صباح الخير أحبائي. درسنا اليوم هو يسوع يحبنا ويموت من أجلنا. سنتعرف في درسنا اليوم كيف وأين ولماذا مات يسوع من أجلنا، لكن لنصلي معا. أولا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أخذنا في الدرس السابق عندما نكون مع الله لا نخاف أبداً، فالله هو مصدر الأمان لنا. وقلنا أن يسوع يصنع المعجزات لأنه يحب الناس ولكي يؤمن به الناس. وسمعنا قصة تهدئة العاصفة. لنبدأ درسنا الآن. يسوع يحبنا ويموت من أجلنا على الصليب ليخلصنا من الخطيئة. إذن لماذا يحبنا ويموت يسوع من أجلنا؟ ليخلصنا من الخطيئة. يجتمع المسيحيون في الكنائس ليتذكروا كيف مات يسوع من أجلهم ومن أجل محبتهم في يوم الجمعة العظيمة. لنسمع قصة آلام سيدنا يسوع المسيح. كثير من الناس تبعوا يسوع وأحبوه، لكن البعض لا يحبون يسوع ولا يريدون أن يسمعوا كلامه، لقد قرروا قتله. إليك قصة آلام يسوع وموته ومحبته لنا كما يسمعها المؤمنون يوم الجمعة العظيمة. يسوع يصعد إلى أورشليم، هوشعنا لابن داود. صعد يسوع إلى أورشليم مع تلاميذه، وفي الطريق قال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، هناك سأسلم لأعدائي، سوف يحكمون علي بالموت ويجلدونني ويقتلونني، لكني سأقوم في اليوم الثالث. تعجب التلاميذ من هذا الكلام وخافوا. وصل يسوع إلى بيت فاجي قرب أورشليم، وهناك ركب آتانا وتوجه إلى أورشليم، وكان الناس يحيطون به من كل جانب، فرشوا أمامه ثيابهم وأغصان الشجر، وكانوا يهتفون بأعلى أصواتهم: هوشعنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. العشاء الأخير. عند المساء جلس يسوع مع تلاميذه، راح يحدثهم، أوصاهم خاصة أن يحب بعضهم بعضا: أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ثم تناول خبزا وقال: هذا هو جسدي، وناولهم ليأكلوا. وأخذ خمرا وقال: هذا هو دمي، وناولهم ليشربوا. وأضاف: اصنعوا هذا لذكري. وفجأة قال لهم: واحد منكم سيخونني، سيسلمني إلى الأشرار. حزن التلاميذ: من يكون الخائن؟ عرفوا فيما بعد أنه يهوذا. في بستان الجثمانية. خرج يسوع مع تلاميذه إلى بستان الزيتون، يدعى البستان الجثمانية، وراح يصلي إلى أبيه السماوي: يا أبتي، أبعد عني هذه الأيام، ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي. نام الرسل من التعب ولم يستطيعوا أن يسهروا مع يسوع. اعتقال يسوع. بينما كان يسوع يصلي، جاء أناس مع سيوف وعصي، وكان يهوذا معهم، فقبضوا على يسوع وأخذوه معهم ليحكموا عليه بالموت. أما الرسل فهربوا جميعا من الخوف. محاكمة يسوع والحكم عليه بالموت.
أخذوا يسوع عند رئيس الكهنة وراحوا يبحثون عن حجة ليقتلوه. سأله رئيس الكهنة: هل أنت حقا المسيح ابن الله؟ أجاب يسوع: نعم. فصرخ رئيس الكهنة إنه يجدف ويكفر لأنه لم يؤمن بيسوع. ثم راح البعض يبصقون عليه ويضربونه، وعند الصباح أخذوه عند بيلاطس الحاكم الروماني. قال بيلاطس للجموع: أي شر صنع؟ إنني لا أجد سببا للحكم عليه. لكن الناس كانوا يصرخون: إنه يستحق الموت، اصلبه اصلب. عندئذ أمر بيلاطس جنوده أن يجلدوا يسوع ثم أسلمه إليهم كي يصلبوه. الموت على الصليب. وضع الجنود إكليلا من الشوك على رأس يسوع واقتادوه خارج المدينة ليصلبوه على الصليب. كان يسوع يغفر لصالبيه: اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يعرفون ما يفعلون. وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر صرخ يسوع: يا أبتي بين يديك أستودع روحي. وأمال رأسه وأسلم الروح. دفن يسوع. كان يوسف الرامي أحد أصدقاء يسوع، طلب من بيلاطس أن يعطيها جسده، فذهب ووضعه في قبر جديد، وعلى باب القبر وضع حجرا كبيرا. الأسئلة: إلى أين صعد يسوع؟ صعد يسوع إلى أورشليم مع تلاميذه. ماذا قال يسوع لتلاميذه وهم في الطريق إلى أورشليم؟ قال لهم: هناك سأسلم إلى أعدائي، وسوف يحكمون علي بالموت ويجلدونني ويقتلونني، لكني سأقوم في اليوم الثالث. ماذا فعل الناس عندما وصل يسوع إلى أورشليم؟ فرشوا ثيابهم وأغصان الزيتون أمامه. ماذا هتف الناس؟ هوشعنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي. ماذا وصى يسوع تلاميذه؟ أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ماذا قال يسوع عندما تناول الخبز؟ هذا هو جسدي، وناولهم ليأكلوا. ماذا قال يسوع عندما أخذ الخمر؟ هذا هو دمي، وناولهم ليشربوا. من هو الخائن من تلاميذ يسوع؟ يهوذا. إلى أين ذهب يسوع مع تلاميذه ليصلي؟ إلى بستان زيتون يدعى الجثمانية. ماذا صلى يسوع لأبيه السماوي؟ يا أبتي أبعد عني هذه الآلام، ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي. ماذا فعل تلاميذ يسوع عندما ألقي القبض على يسوع؟ هربوا جميعا من الخوف. إلى أين أخذ الجنود يسوع عندما ألقوا القبض عليه؟ إلى رئيس الكهنة. من هو بيلاطس؟ الحاكم الروماني. ماذا حكم بيلاطس على يسوع؟ أمر الجنود أن يجلدوه ثم يصلبوه. ماذا وضع الجنود على رأس يسوع؟ إكليلا من الشوك. إلى أين أخذ الجنود يسوع ليصلبوه؟ إلى جبل الجلجلة. ماذا قال يسوع وهو على الصليب؟ اغفر لهم يا أبتي لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ماذا صرخ يسوع عند الساعة الثالثة عصرا؟ يا أبتي بين يديك أستودع روحي. من دفن يسوع؟ يوسف الرامي أحد أصدقاء يسوع. ماذا وضعوا على باب القبر؟ حجرا كبيرا. كيف مات يسوع؟ مات يسوع على الصليب. أين مات يسوع على الصليب؟ مات يسوع على الصليب على الجلجلة. لماذا مات يسوع على الصليب؟ مات يسوع على الصليب كي يخلصنا من الخطيئة. انتهى درسنا اليوم، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه.